الحين بنتك بتي، أبيك تكلمها وتاخذ رأيها، إيه؟ عشان لا تتوهق مع الناس. أدخل أدخل، لا تحتاج بنتي. السلام عليكم. هلا 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 حبيبتي. هلا حبيبتي. الله يابك يا بوي. هلا يبا. عامر. شوفي يا بوي، أنا سألت عن بدر. ولد طيب، وأهل ناس طيبين، أياويج، خوش ناس. أنا قلت بالأول أقعد معاك أنتي علشان آخذ رأيك. إذا كنت موافقة، علشان أدق عليهم ونحدد موعد الخطبة والملجة والأمور الباجية هذه كلها. وإذا لك رأي ثاني بعد هم علميني بوي، قولي لي الصدق. مو يقولون السكوت علامة الرضا، صح؟ ولو أبي أسمع رأيها، علميني بوي موافقة ولا لا؟ تحجي يمه خلاص. بالمبارك يبا بالمبارك. عسى الله يتمم على خير ان شاء الله، يهنيك ويسعدك ان شاء الله. زين انا بروح اغير ملابسي. روحي يبا روحي. روحي. يا حلوه خجلانه. اخيرا الحمد لله. الله يهنيها ان شاء الله. ان شاء الله يا رب.